أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجاً وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح أن أولى القوافل الطبية الشاملة انطلقت في ثلاث قرى بمحافظة أسوان. حيث استقبلت القافله الفا وخمسمائه مواطن على مدار ثلاثه ايام وجرى توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات فضلا عن تقديم التوعيه الصحيه واساليب الوقايه من فيروس كورونا المستجد وكذا الدعم النفسي للاطفال